انت سافرت في رمضان في افريقيا؟ ما تقليش. لا اه مفيش. لا 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 ما لا سافرتش. لا مفيش ولا بطولة كانت في رمضان في افريقيا؟ لا 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 طيب لا. بيغششوني في الاعداد، بيغششوني غلط. ده ما انا مش فاكر حبيبي، اه انا مش فاكر. في رمضان. اه طيب بس عمل ما ايه؟ تقليش نسافر في رمضان تقريبا. والله يمكن روحنا انجولا. اه يمكن انجولا كنا روحنا في افريقيا، اه يعني روحنا انجولا في افريقيا في رمضان تقريبا كده. لا بس مش فاكر طقوس البطولة دي ايه. لا ما كانت طقوس، مش طقوس، لان اصلا ما كانش في اكل في انجولا. احنا يا كابتن دايما لما اللعيبة لما بتسافر افريقيا بيبقوا في اغلب الدول هناك بياخدوا معاهم معلبات واكل وحاجات كده، او معاهم الشيف يعني، معاهم حد. لا ده كوره باسكت، لا ما اه تجيبش شف ولا الكلام ده. لا كنتوا بس بتسافروا احنا مثلا السفير بمعلبات المصري او هناك هو باكل؟ اللي عزمنا على طول، بقى كان بيعزمنا هناك اه في اماكن بالاكل. هو عارفها. نعم لا عزمنا عنده في ال اه ليه وكان مصري هناك في انجولا. اه السفير المصري اه السفير المصري. اه لان احنا كنا جعانين. اه سمك سمك سمك، ما فيش الا المحيط، فما اكلناش الا سمك، وهي لقمه عيش كده. اه ما فيش تموين في اوتيل، في اه الاوتيل ما فيش الا فكان موضوع صعب جدا اه مع فعزمنا عوض اللي بيحصل. ما طبعا طبعا. وانا اصلا ما بعرفش اشرب السمك. البطولة كده هتروح في حتة تانية ايوه خالص يعني، ايوه احنا محتاجين لا باور هي برضه ذكريات عشان حلوه طبعا. نقدر. البطولات دي كانت ذكريات حلوه، لان كنا احنا بنهرج جامد قوي، كنا بنحب بعض قوي. وكنا الفريق او المنتخب اكيد ده كان بيتك التاني، ده تقضي فريق معاه كمان، وقت. بالذات فريق الزمالك اه باسكت الفتره دي كان بيحبوا بعض جدا، بيعشقوا بعض لغايه دلوقتي. لغايه دلوقتي اه ما لسه لغايه بنشوفش دلوقتي بعض متواصل مع مين يا كابتن؟ مع كتير، مع كله، مع اه لسه. الحاج موتسي محمود اه ده، كنا عنده شخصوه كده فبنده له اسم بدون ذكر اسماء يعني. طارق سليم، كابتن طارق سليم ده كابتن بتاعي من ساعه ما دخلت الزمالك في الناشئين لغايه ما بطلت دراجوره. مرعي، كابتن مرعي ده اخ غالي، او كلهم جميل. اخوات كابتن غاليه. مرعي برضو. الكابتن حمدي عثمان، كابتن فتحي كامل، كابتن مصر، يعني كلهم كابتن سيد ابو لسه دهب. لغايه دلوقتي بتتواصلوا مع بعض وبتسالوا على بعض؟ النهارده حتى عيد ميلاد واحد سيد اه ابو دهب، كابتن سيد ابو دهب عيد ميلاده النهارده ولا امبارح كده، اه فبعت له. بس بس هو طيب. ما بنشوفش بعض، ما بنروحش النادي خالص. اه ما بتتقابلوش خالص لا لا بس بتتواصلوا مع بعض في طبعا التليفونات طبعا طبعا طبعا، حلو حلو ال جدا جدا. اه الذكريات ذكريات حلوه ساعات قوي. بتقعدوا مع بعض وتفتكروا مثلا بطوله اه معينه، او طبعا بتتكلموا اه طبعا تحكوا وبنتكلم بطوله في حاجات، وتقعدوا ما تضحكوا وتفتكروا مواقف بتحصل حاجات كده. مواقف كتيره بتحصل طبعا، بنقعد نتكلم ونقعد نضحك ونفتكر كل الكلام ده. لان في جيل قبل مننا، كابتن فتحي كامل وكابتن سيد ابو دهب ده جيل قبل مننا، بس انا حضرتهم يعني.